متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. تكون الأجواء في العاصمة الرياض رطبة بشكل عام، ربما يتشكل بعض الضباب في بعض الأجزاء، درجة الحرارة الصغرى هذه 9 درجات مئوية، وبالتالي نشعر بالبرودة في ساعات الليل بالنسبة للعاصمة الرياض وعموم المناطق الوسطى. تبقى الفرصة مهيئة هذه الليلة لهطول بعض الزخات من الأمطار خاصة في الأجزاء الجنوبية الغربية للمملكة، احتيانا على بعض السواحل إثر تخاريج بحرية محتملة هناك، كما تتحسن فرص الأمطار تدريجيا هذه الليلة في أجزاء من حائل، بالإضافة إلى الجوف وبعض الأجزاء الشمالية للمملكة. غدا نهارا يتوقع أن تستقر الأجواء في شرق ووسط المملكة بشكل تام، بينما يتوقع بمشيئة الله تعالى تحسن الأمطار في كل من حائل وأيضا مناطق الجوف والحدود الشمالية ربما هناك أيضا، وبالإضافة لاستمرار هطول زخات رعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. هناك أيضا تخاريج بحرية ممطرة من البحر الأحمر قد تطال بعض المدن الساحلية القريبة من جدة، وإضافة إلى سواحل القنفذة والليث. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليلة التي تلي القادمة، ونبدأها شمالا من إسكاكا 17-9، عرعر 16-7، وفي تبوك 21 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الغربية للمملكة، مكة المكرمة 30-20، مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية هناك، الطائف كذلك أمر 20-12، أتربة مثارة ورياح جنوبية نشطة أحيانا تكون في مدينة منورة 26-17، في جدة من 31 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 18-8، الباحة 16-8، وفي جازان من 28-23 درجة مئوية، مع هطول أمطار رعدية على معظم المرتفعات الجبلية العالية في جنوب غرب المملكة. الإحساء شرقا تكون الأجواء بها يعني باردة في ساعات الليل لكنها مستقرة نهارا 22-9، في الدمام 23-12 مع احتمال ضعيف لبعض الزخات المحلية من الأمطار، وفي حفر الباطن من 19-11 درجة مئوية. ختاما في المناطق الوسطى للمملكة، في العاصمة الرياض 19-10، بريدة 20-11، وفي حائل من 15-9، مع تحسن فرص الأمطار تدريجيا بمشيئة الله تعالى في تلك المناطق. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة لنهار يوم غد. أترككم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.